إن الله وإنا إليه راجعون. بعض لحظات دفن المرحوم لكل حاضر الأحباب والأصدقاء والجيران استغد دسوكي الله يرحمه في هذا النار. اللحظات كان دعاء دعاء السلام عليكم. انا عزيز عزيز من الروضه ديال الشهداء تندفنوا صاحبنا محمد داسوقي عزيز عليه مسكين. ما نفوتوش انا بحال خويا هو بحال الوالد تاعي كان عزيز عليا تفراس تاعو تنتفرج فيه ونضحك معاه وكل شيء. ما نقولوا لي ما قالوا لي صافا توفى ما تيخص بصالني ما تخص فيسبوك حتى قالوا لي بصح عزيز عدو قالوا لي داسوقي مسكين ما ساعدنا ومرت غادي تشوفو وجه مسكين زاد تنبكي بحال الوالد تاعي الله يرحمو جيرانو يرحم العائلة تاعو الله يصبرهم الله يصبر بزاف العائلة تاعو ولادو تاعو الله يصبرهم في رحمة الله. شكرا كيما شو معنا مشاهدينا الجيران الأصدقاء كلشي حاضر إن الله وإنا إليه راجعون. دفن الفنان استغفر الله سبحانه بسط وكان تبارك الله اش غادي نقول لك يعني كان ممتاز وكيحترم الذكاء ديال المغرب هذا هو اللي سمعت شكرا للعائله ديال الصغيره والكبيره هذه كلها على كل حال حنا كنقوم بالتعازي ديال العائله ديال الصغيره لان ما يفرش حكمه انا مسكين كان قد الجوجه ديالو وكان ثاني كذلك قد الابن ديالو نتمنوا من الله Я люблю. 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 Я люблю.
ديرها فيديو عادي، ديرها فيديو عادي، خاصنا غنبقى. السلام عليكم. السلام عليكم. والله اخويا العزيز الله يطول عمرك. اش غادي نقول لكم؟ يعني المصاب كبير بصراحة، والأراضي اللي قضى الله وقدره، لأن الرجل عطى الشيء الكثير للفن المغربي الأصيل، عطى الشيء الكثير كذلك للدراما، رجل خدم تبارك الله وكان كيحب الجميع وكان كيحب العمل ديالو بصراحة، ما كانش عنده أعداء بصراحة، كنقولها أنا بكل صدق، ما كانش عنده أعداء. الرجل كان معايا أنا واحد الشهور دوزنا ديال التصوير ديال واحد المسلسل ديال تريك 13 من إنتاج القناة الثانية، لا هو ولا السي بن ابراهيم ديك الساعه الله يرحمه مسكين ويجعل له رحمه، كانوا مثال داك الفنان الاصيل، كانوا متخلقين وكانوا مربين وكانوا دائما عندهم الديالوج وكيزيدوا واحد القيمه مضافه على داك العمل. تفرج فيه مع الوالدين؟ اه كان كلشي كيتفرج فيه، كان الصغار والكبار، وكان كيحترم الذوق ديال المغاربه وكان كيقدر الذكاء ديال المغاربه، هذا هو الجميل في هذا الشيء، كان كيقدر الذكاء، كتفرج انت وليداتك وما كانش عندك مشكل، ما كانش ديك كلمه الكلام الزايد كما كنقولوا حنا ولا الكلام الناقص، كان الراجل كيحب المغاربه وكيحب الابداع الوطني. باش بالعكس هو كانت عنده ديك الانافه، كان راجل غني بالقلب ديالو باش يجيبو، راجل كان كيحب انه يعطيه في العمل ديالو. انا شخصيا كنت مدير انتاج ديال المسلسل ديال تريك 13، ما لقيت معنا حتى شي اشكال في الكاشي ديالو، بالعكس كان الراجل كيستحق كل الخير، الراجل كيستحق كل الخير كنقولها، لا هو ولا السي بن ابراهيم، وكانوا كيمتعوك، كانوا كيبرعوك حتى في ديك الايام ديال التصوير، كلها كانت ضحكه، كلها كانت ضحكه، الضحكه ما كتحيدش لي من وجهه. في الكواليس وفي التصوير خلاص، زعما بصراحه اي بريز اللي كنا نحاولوا اننا نصوروه من قبل منه ومن وراه كاين الفكاهه وفي قلبه ثاني كاين الفكاهه، وهذا هو الجمال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يصبرنا جميعا ويصبر العائله ديالو، لان السيد مسكين باش زعما تصدم جوج صدمات، فقد الزوجه ديالو فقد ولده، زعما باش يسهل. انا ملي كنت مسكين عزيته لقيته كيبكي، على الفقدان لا ديال مراته ولا ديال ولده. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يجعل داري حروض من رياض الجنه ويصبر العائله ديالو الصغيره ويصبر جميع الفنانين والمبدعين المغاربه، ولا راضي لقضاء الله، بغى الله سبحانه وتعالى، اللهم احسن الخاتمه ديالنا جميعا، الله يرحم موتانا جميعا. اللهم السلام عليكم. السلام. نعم اخويا. طبعا السي مصطفى الدسوقين راه رجل اللي بصم يعني تاريخ تاريخ الابتسامه وادخال الفرحه للمغاربه لسنين طوال لاكثر من 50 سنه. فهذا الرجل تاريخيا عرفناه مع الصديق ديالو الدسوقي اللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل. ورغم ذلك راه الدسوقي رجل جا للمسرح رغم رشوا على الرغم انه في حاله صحيه متدهوره، ولكن راه عنده مسار طويل مع الى الجانب الفني، راه كانوا بحال جوج خوت. فيمكن نعزي الأسرة الكبيرة والصغيرة فقدان هذا الرجل الطيب اللي أعطى الكثير وأدخل البهجة والفرحة إلى قلوب المغاربة لسنين طويل بما فيهم عبد ربي. فهذا الرجل اللي يحبه جميع المغاربة لا لشيء، لأنه ظل محافظا على الأخلاق دياله الجميلة وتواضعه الجميل، لا على المستوى الفني لم يكن له مشكل مع أي حد، ولا على المستوى الشخصي يعني في الحومة دياله وداك الشيء. فالسي مصطفى كان محبوب وكان كان فنان بالفطرة، يعني السي مصطفى غير كتشوفه هو دائما الابتسامة المعروفة عليه. فطبعا تلقينا هذه الفاجعة يعني بواحد الألم والحزن، كنت لا أصدق الأمر في البداية، ظننت أنها شائعة، لكن بعد واحد نصف ساعة البارح في الليل تأكدت بالوفاة ديالو. فالله يرحمه ويوسع عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا.
تازي تازي السلام عليكم. واش نقول لك؟ تحيه بعد المنبر شوف تي في قناه شاب، وتحيه لخويا سعيد. وبكل صراحه هذا واجب، يعني هذه كما تنقولوا معروفه على عبد الله الحريزي، تيزور الفنانه في البيوت ديالهم وتيذكرهم، يعني هذا ما هذا الشيء ما غريبش. ولكن حنا كل هذا واجب من غير مع الفنان ولا من غير الفنان، حنا تنجيو نزورو من غير الفنان ومن الفنان، يعني هذه تتبقى حاله استثنائيه. اذا تتوصل الموت ولا المرض ضروري خصك تحضر. واليوم تنفقدوا واحد الهرم من اهرامات الكوميديا في المغرب اللي هو مصطفى الدسوكين، يعني بكل صراحه اثر فينا جميع، وحق الله العظيم الى انا جاتني بكل صراحه صدمه، يعني واحد الانسان اللي تنقدرو وتنحترمو، يعني في مثابه الاب ديالي. ومن غريب الصدف انني والله الاخ سعيد اللي تكلمت عليه البارح تقريبا مع واحد السيف، من وراها بشي نص ساعه جا الخبر الوفاه ديالو، وحق الله العظيم. وتنتمنى بالشفاء لصديق الدرب ديالو اللي هو مصطفى الزهري، الله يشافيه والله يعافيه. جا مسكين. واش نقول لك؟ راه وسبحان الله هادو راه توأم روحو، هذا راه الناس اللي ضاربه في الميدان واحد العشره، واحد العمل ديال ما يزيدوا على فوق 30 سنه. واش نقول لك؟ وتنحيي الناس كلهم اللي جاوا واللي حضروا واللي ما حضرش، تعذر عليه الحضور دواعي خاصه. وتنقول لي الله يرحمك والله يواليك برحمتي. لو تنطلب واحد الطلب، هذا ميساج يعني بكل صراحه، يعني كاينين الناس وكاينين الفنانه وممثلين تيعانيو في الصمت، نبغي تكون واحد التفاته لهاد الناس هادو. ماشي نفس السيناريو تيتكرر اخويا سعيد، حتى نهار الوفاه يمشيو نشوفو عند احياء، حتى نهار الموت عاد تيجيو يحضروا عاد تيجيو. لا تيتاسف وتيجرح في القلب والله. انا نفكروا هاد الناس كما تنشكر قناه شوف تي في اللي تتمشي عند المريض والصحيح وتتفكر الناس، يعني وتتوصل الميساج للناس، يعني باش يعرفوا هذاك الانسان راه تيعاني. ولا غنقول بصراحه الله يرحمه الله يوري بس رحمه الله.